البري اوسكار ده سهل قوي، بس في شرط ان انت تكون عارف البري، ها بري كوندريوم، لان البري كوندريوم والبري اوستيوم نفس الكلام، والاثنين اسئله مهمه، وانت تشوف بنفسك دلوقتي ان الاثنين حاجه واحده. تمام كده يا شباب؟ طيب بص كده معايا، معلش في حد بره؟ في حد بره يا دكتور؟ حد بره؟ قلنا البري اوستيوم عشان تمشي فيه ويبقى سهل عليك لازم تكون مذاكر وعارف درس اسمه بري كوندريوم. انا هكتب البري اوستيوم وانت اللي تحكم الاثنين قد ايه شبه بعض. بيقول لك لو جالك سؤال البري اوستيوم برضه هتجاوبه بثلاث عناوين، عنوان اسمه ديفينيشن، عنوان اسمه لايرز، وعنوان اسمه الفانكشن. فعلا يا دكتور البري كوندريوم كان برضه نفس الثلاث عناوين. طب كمل معايا، يقول لك تعريف البري اوستيوم هو برضه يا دكتور عباره عن ميمبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو. ميمبرين اوف ايه؟ فاسكولار كونكتيف تيشو. برضه البري كوندريوم كان ميمبرين اوف ايه؟ فاسكولار كونكتيف تيشو. كمل معايا، يقول لك ان البري اوستيوم كفر الاوتر سيرفيس اوف ذا بون، كفر الاوتر سيرفيس اوف ذا بون. بس كده هناك حد فاكر كان كفر اول سيرفيس اوف ذا كارتريج اكسبت ارتيكولار سيرفيس. وقت انا قلت لك ليه صح؟ قلت لك عشان الارتيكولار سيرفيس ده الحته اللي بتعمل ارتيكوليشن ما ينفعش يبقى فيها بلاد فيسل، مع اي احتكاك البلاد فيسل ايه تفرقع. اتفقنا كده؟ تمام. فهو تعريف البيري اوستيوم هو عباره عن ميمبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو كفر الاوتر سيرفيس اوف ذا بون. واحده واحده، ما دام قال عندك في التعريف ان البون له اوتر سيرفيس يبقى اكيد في ايه؟ بالعقل كده في انر سيرفيس. ارسم يا عم عضمايه كده اهو بالمنظر ده اهو كده، عضمايه كبيره اهي تمام. وبص كده ادي البيري اوستيوم هو اللي هرسمه بالازرق ده، ميمبرين كفر الاوتر سيرفيس اوف ذا بون. عادي جدا. فين بقى الانر سيرفيس ده؟ هو في حد قال لك ان السيرفيس من جوه ده بص مغص؟ لا طبعا، كلنا عارفين ان اي عضمايه مجوفه من جوه تجويف اسمه ايه يا شباب؟ بون مارو كافيتي. اسمه ايه؟ بيقول لك بقى في طبقه بتغطي البون مارو كافيتي من جوه. اذا كانت الطبقه اللي بره اللي بالازرق اسمها بيري اوستيوم. بيري يعني ايه بيري؟ حوله. تفتكر اللي جوه اسمها ايه؟ اندوستيوم. اسمها ايه؟ لسه هنقوله كمان شويه بس احنا عرفناه من دلوقتي. اندو يعني داخل، اندوستيوم اندوستيوم. تمام كده؟ يبقى التعريف بقى بتاع البيري اوستيوم، هتقول لي هو ميمبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو كفر الاوتر سيرفيس اوف ذا بون، الاوتر بس، لان في ميمبرين تاني في الانر اسمه اندوستيوم. اتفقنا؟ طيب كمل معايا يا عم. يبقى انا هاخد بالي قوي من كلمه فاسكولار اللي الدكتور وصى عليها كتير، وهاخد بالي من كلمه ايه؟ اوتر، عشان فيه انر. خش لي على الليير. عادي يا دكتور، البيري اوستيوم عباره عن طبقتين، طبقه اوتر فايبرس، والطبقه اللي جوه اسمها انر ايه؟ سيلولار. الله، مش دي نفس الكلام بتاع البيري كوندريوم؟ كان برضه طبقه بره فايبرس وطبقه جوه سيلولار. طب كمل كمان، وايه رايك ان الطبقه الفايبرس يا اخي اسمها فايبرس؟ يبقى اكيد فيها نوع من الفايبر، هو نفس النوع سبحان الله، كولاجين تايب 1. والخليه اللي بتصنعه اللي هي مين؟ فايبروبلاست. حد عارف ثالث حاجه ايه؟ بلاد فيسل اللي حضرتك قلتها في التعريف. نفس الكلام تيبيكال يا اخي. وسؤال مهم برضه، كمل معايا، انر سيلولار، حد فاكر هناك كنت بقول لك في خليه اسمها ايه؟ كوندروبلاست، اللي هي اول خليه من خلايا الكارتريج. هنا بقى مش هتقول اوستيوبلاست. ليه؟ لان الاوستيوبلاست مش اول خليه من خلايا البول، في واحده قبلها اسمها اوستيوجينيك
استعجلش، اسمها اوستيوجينيك سيل اللي ممكن تنقسم وتديك اوستيو بلاست. حلو كده الكلام يا دكتور؟ ده سؤال مهم قوي وسهل قوي. سهل ليه؟ عشان مرتبط بريكوندريا. ذاكر البريكوندريا وفي نفس اليوم بص على البريوستيوم وتخلص منه بدري بدري. تمام؟ تعال نقول كده التعريف تاني. برضه هما ثلاث عناوين. ديفينيشن ولير وفانكشن. والديفينيشن بتاعك تقريبا واحد. ممبرين اوف ايه؟ فاسكولار، اوعى تنسى الكلمه دي. فاسكولار كونكتيف تيشو. كفر مين؟ اوتر سيرفيس اوف ذا بون بس. بس البون فيه سيرفيس تاني اسمه انر. بس ده ما فيهوش بريكوندريوم. فيه ايه بقى؟ بريوستيوم اسمه اندوستيوم. طيب اللير نفس الطبقتين يا عم. طبقه بره فايبرس، طبقه جوه سيلولار. ونفس التكوين، طبقه فايبرس فيها نوع فايبر خليه بتصنعه بلاد فيسل اللي حضرتك قلتها في التعريف. طبقه سيلولار اكتب اول خليه. بون اول خلايا اسمها اوستيوجينيك. كارتريج اول خلايا اسمها كوندروبلاست. اتفقنا؟ شوف الفانكشن. انت يا عم اللي تحكم، انا مش هقول حاجه. انا هكتب نفس الفانكشن بتاعت البريكوندري. هقول لك رقم واحد بروفايد نيوتريشن للبول. استنى استنى كده يا دكتور، انت لما كنت بتقول بروفايد نيوتريشن للكارتريج كنا بنقول لك تمام، على اساس ان الكارتريج كان ماله ما فيهوش بلاد فيسل. انما البون، فاكر الحصه كنت قلت لك ايه؟ ها هايلي ايه؟ مليان بلاد فيسل. اقول لك يا سيدي زياده الخرخرين. تمام؟ ما هو يمكن البون هايلي فاسكولار عشان هو فيه بلاد فيسل، وكمان البيري اوستيوم بيديه فاسكولاريتي. فهمتوا كده؟ يبقى معنى كده ان البون مش قلقان، هو في اوعيه دمويه والبيري اوستيوم كمان بيديه ايه؟ اوعيه دمويه. يبقى وظيفه رقم واحد هنا زي هناك. اتفقنا؟ طب كمل الوظيفه رقم اثنين. حد فاكرها؟ كان بروفايد سترونج اتاتشمنت مع المصل و طب يوه شوف بقى الاناتومي. كل السيرفيس بتاع البون ده كله، انت اصلا عمرك ما هتشوف عظمه، يعني انت لو بتشرح جثه عمرك ما هتشوف السيرفيس اصلا من كتر العضلات. اوريجين وانسيرشن، صح؟ اهو اوريجين طالع، انسيرشن اوريجين انسيرشن. هو الاوريجين والانسيرشن ده في البون نفسه ولا في البيري اوستيوم؟ اه يا دكتور بس انا خايف البيري اوستيوم ده من برين، خايف يتقطع مع اي كونتراكشن. لا ما تخافش. ليه؟ لان الاوتر لير مالها فايبرس، وفيها يعني نوع من الفايبر اللي قلت لك ان هو ايه؟ اقوى انواع الفايبر. يبقى يا عم مسك عضل وانت مطمن. اتفقنا؟ يبقى الوظيفه رقم اثنين زي ما هي، بعمل سترونج اتاتشمنت لمصل، لتندون، ها لليجن. كلام في منتهى السهوله ومهم، يعني حاجه حلوه قوي لما يبقى كلام سهل ومهم مع بعض. تمام كده؟ طيب ثالث وظيفه، هو مش انت عندك انر سيلولار فيها خليه اسمها ايه؟ اوستيوجينيك، اللي لو انقسمت ان شاء الله تديك خليه اسمها ايه؟ واحده واحده بلاست يعني صنع، واوستيو يعني عظم، يعني بتصنع عظم. اه طب تعالى كده نجرب، صنع لي عظم يا عم اهو. طبقه عظم ايه؟ طبقه عظم ايه؟ طبقه عظم ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتزود الطول بتاع العظميه ولا عرضها؟ حد فاكر ده اسمه ايه؟ ابوزيشنال جروس. نفس الكلام يا جدعان، رقم ثلاثه ابوزيشنال جروس. يعني مفيش اسهل من كده، اوبوزيشنال جروس. طيب هو بعد ما كتب الثلاث وظائف دول قال لك ايه ده؟ طب ما كده يعني الثلاث وظائف هم مش معقول، يعني عايزين ندي كده ميزه كده للبيري اوستيوم، صح؟ هي ميزه بيني وبينك يعني مش قوي، بس هي موجوده وخلاص. قال لك زي ما في بلاد فيسل ها بتيجي من البيري اوستيوم تخش جوه العضميه عشان تديها نيوتريشن، هنقول كمان ان البلاد فيسل دي من ضمن وظائفها تعمل فيكسيشن تثبيت للبيري اوستيوم على السيرفيس بتاع البون. هذه الوظيفه رقم اربعه. يعني اذا هتقول لي يا دكتور رقم اربعه دي بقى بلون مختلف اهو، رقم اربعه تقول لي انه البلاد فيسل اللي بتيجي تمام تو ذا سيرفيس اوف ذا بون بتعمل فيكسيشن، بجانب طبعا انها بتعمل نيوتريشن، فهي كمان بتعمل فيكسيشن اوف بيري اوستيوم لمين؟ للسيرفيس بتاع البون. سيرفيس اوف ذا بون. اقول لك بقى طبعا ان البلاد فيسل دي لما بتخش جوه العظم بتخش جوه قنوات، ما تستعجلش هقول لك كمان حصتين. تمام؟ قنوات دي هكتب لك بس اسمها كده عشان لو قريتها تبقى عارف. اسم القناه دي فولك مانز كانال. تستعجلش هقول لك ايه وسطها وايه وضعها وما تقلقش، بس انت عرفت من دلوقتي معلومه كده ايه؟ معلومه جميله قوي، ان الاوعيه الدمويه ها بتيجي من البيري اوستيوم تخش على العظمايه تعمل وظيفتين. رقم واحد تديها نيوتريشن،
رقم 2 تثبت البري اوستيوم في العضمايه بس. بتخش بقى في العضمايه فين؟ جوه القناه يا دكتور، اسمها فولك مانز كانال. هناخد قصتها ووضعها وحكايتها كمان حصتين ان شاء الله. تمام كده؟ بالذمه السؤال ده صعب يا جماعه، بيجي كتير جدا في الامتحان وبيجي بايه؟ ب 10 درجات 8 درجات في اخر السنه. بري اوستيوم هو البري كوندي. تعالى كده نقول بسرعه، ها تعريفه ايه؟ ممبرين اوف ايه؟ فاست، اوعى تنسى الكلمه دي. كونكتيف تيشو كفر اوتر سيرفيس اوف ذا بون. اصل البون له انر سيرفيس، سيبه دلوقتي. تمام؟ نفس الطبقتين اوتر فايبر انر، اوتر فايبرس فيها كولاجين فايبروبلاست والبلاد فيس اللي قلتها في التعريف. انر سيلولار فيها خليه، اول خليه اسمها ايه؟ استروجين، اللي تنقسم وتدي اوستيوبلاست. اوكي؟ تمام. نفس الطرف وظائف كوبي بيست هنا اهو، بدي رقم واحد نيوتريشن للبون، رغم ان البون مش محتاج يا سيدي زياده الخرخرين، عشان كده قلت لك ايه؟ هايلي فاسكولار، مش فاسكولار بس. تاني حاجه مسك مصل وليجامنت وتندون زي ما تشبع، ما تقلقش. تالت حاجه هاني نوع من الجروس ابوزيشن، يعني انكريز ان ويتس، بتزيد عرض العضمايه مش طولها. طيب اخر وظيفه، بعد ما كتب الثلاثه دول قال لك نخترع كده حاجه زياده. والله عامل بلاد فيسل زي ما بتدي نيوتريشن، بتعمل فيكسيشن اوف بيري اوستيوم للسيرفيس بتاع البول. تمام كده؟ عشان تعمل ايه فيكسيشن؟ طب في ان بي كده صغيره عايز اقولها لكم. هو بس يعني هو البيري اوستيوم بالعقل كده ينفع يبقى البيري اوستيوم ماسك في السيرفيس بتاع العضمايه ببلاد فيسل؟ يعني نمسك حاجه كمان كده؟ قال لك اه الفايبر الكولاج. دي ملاحظه، بقول لك زي ما البلاد فيسل بتيجي من الاوتر فايبرز وتخش في العضمايه عشان تعمل فيكسيشن، برضه الكولاجين يعمل ايه هو كمان؟ ها؟ يعمل فيكسيشن. يعني لو هرسم لك الرسمه هرسمها لك كده اهو. بص ادي سطح العضمايه بالخط الاسود ده، هو سطح العضمايه. تمام؟ وانا هعمل لك يا عم عليه اهو، اللي بالاسود ده هو السيرفيس بتاع البول. انا عايز اعمل عليه بري اوستي. سهل يا سيدي. بري اوستي طبقتين. طبقه بره اهي، او طبقه قصدي جوه بالازرق، والطبقه اللي بره بالاحمر. اللي بالازرق دي سيلولار، سيبك منها. انا ليا بالاحمر. بالاحمر فيها كولاجين وايه؟ بلاد فيسل. الكولاجين والبلاد فيسل ياخدوا بعض كده ويمسكوا في العضمات. عشان يعملوا ايه؟ فيكسيشن. بلاد فيسل وعرفنا. الكولاجين، شوف بقى معايا. الكولاجين اللي بيسيب الطبقه اللي بره ويعمل فيكسيشن للعضمايه له اسم. عشان الام سي كيو يعرفه على اسم عالم. اسمه شاربس فايبر. شاربس فايبر. شاربس فايبر. تسير شفوي ساعات. شاربس فايبر. ايه شاربس فايبر ده يا دكتور؟ قول لي يا فندم شاربس فايبر ده هي عباره عن فايبر كولاجين عادي جدا. من البيري اوستيوم ماسك في العضمات. ايه وظيفته يا ابني؟ يثبت البيري اوستيوم في العضمات. بس. مفيش اسهل من كده. في مشاكل؟ السؤال ده صعب. طيب كمل معايا. سيبك يا عم من البيري اوستيوم ده دلوقتي. شوف انا هسيب التعريف. هسيب التعريف خلاص، وهاجي اقول لك ممبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو، واشيل كلمه اوتر دي واحط بدلها كلمه ايه؟ ايه هو الممبرين اللي بيغطي الانر سيرفيس اوف ذا بون؟ اسمه ايه عندك؟ يعني امسح. بري بري يعني حوله، ده مش حوله ولا حاجه، ده جوه. فجوه دي اسمها ايه؟ اندوستيا. يبقى تعريف الاندوستيوم ايه؟ ها؟ هو ممبرين اوف فاسكولار. بس استنى استنى برضه يا دكتور، احنا برضه ناس عايزين نكتب كلام لغويا صح. ينفع جوه واقول كفر؟ ينفع كفر؟ كفر دي يعني ايه؟ بيغطي. ده ما بيغطيش، امال بيبطن. بيبطن يعني صح، يعني ايه؟ لاين. يبقى ممبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو ذات لاين. لاين يعني يبطن. الانر سيرفيس اوف ذا بون، او بلاش يا سيدي قول لي لاين البون مارو كافيتي، يبطن البوم مارو كافيتي. ده تعريف مين؟ اندوستيا. عايزك انت تستنتج. سالك اندوستيا عادي يا عم، انا هقول انا التعريف. هو ممبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو لاين البوم مارو كافيتي، لاين الانر سيرفيس. كمل معايا. مش انت كان عندك في البيري اوستيوم والبيري كونديوم طبقتين، طبقه فايبر وطبقه سيلولار؟ انا هسالك سؤال بسيط، هو انت في الاندوستيوم محتاج الفايبرس لير؟ سؤال، هو انت هتمسك عضمايه او عضله جوه؟ لا. هتدي نيوتريشن؟ ده انت في قلب العظمه هتحتاج نيوتريشن. يعني معلش يعني العضمايه مش مستنيه ان الاندوستيوم ده يديها بلاد فيسل يعني. تمام؟
يبقى بصراحة كده، بصراحة الاندوستيوم طبقة واحدة بس. انهي طبقة؟ بس يبقى هو اللايرز دي اكتف لاير، هي لاير واحدة بس اللي هي مين؟ السيلولار لاير، ولا زالت زي ما هي بتتكون من اوستيوجينيك سيل اللي تديك بعد كده اوستيوبلاست. طب حد يعرف يقول الوظيفة؟ سؤال، انت عندك ثلاثة، ينفع اقول بروفايد نيوتريشن؟ ما ينفع. ينفع اقول سترونج اتاتشمنت؟ هو انت هتعمل انسرشن جوه العضمايه؟ امال ايه الوظيفه الوحيده اللي تنفع؟ جروس بس كده. ادي الاندوستي. الاندوستي ما بيجيش في الامتحان، ممكن يسالك فيه شفوي. يا ريت يا سيدي ايه؟ شورت نوت صغير اهو، انا كله استنتجته. مش كده؟ نفس الكلام. ايه بقى الاندوستيوم ده؟ هو عباره عن ميمبرين اوف فاسكولار كونكتيف تيشو، بس بيعمل ايه بقى؟ لاين للبون مارو كابت، وبيتكون من هي ما تنفعش على طبقه واحده. طبقه سيلولار هو ما تنفع، ما تمشيش الفايبر السنه خالص. تمام؟ ملهاش مكان، ملهاش هتعمل بيها ايه؟ وبالتالي هي الوظيفه واحده اللي هي كلمه جروس. اتفقنا؟ لحد دلوقتي في حاجه صعبه؟ كلام سهل جدا، اهم ما فيه البريوستي. طيب تعال نكمل الكلام السهل بتاعنا ونتكلم عن حاجه اسمها البون ماتريكس. حته برضه سهل وجميل. بص يا سيدي، انت على طول كان يجي يقول لك ايه؟ الماتريكس زي ما خدناه بتاع الكارتر زي بتاع الكونكتيف تيشو عباره عن جاكس بروتوجلايكان وجلايكوين. ماشي ماشي ماشي. انما الماتريكس بتاع البون فيه بس تقسيمه كده صغيره. واحنا بنبص مع بعض في الماتريكس بتاع البون اكتشفنا ان هو جزئين. جزء اسمه اورجانيك بارت، اورجانيك بارت او اورجانيك كومبوننت، جزء اورجانيك، والجزء الثاني ان اورجانيك. استنى كده يا عم، واحده واحده. ويعني كلمه اورجانيك؟ عضوي. وايه اورجانيك يعني غير عضوي؟ يعني الماتريكس، الميه الارضيه بتاعت البول منها مواد عضويه ومواد غير عضويه. يعني ايه برضه؟ انا عايز افهم. بص، المواد العضويه دي الاورجانيك زي البروتين والليبيد والكربوهيدرات، الحاجات اللي جسمك ممكن يصنعها. صح؟ انت جسمك بيصنع بروتين وبيصنع كربوهيدرات بانواعه، مونو وداي وبولي سكرايد، ويصنع ليبيد ويخزنه زي الفل. ده مواد عضويه عشان كده تسمى عضويه. الغير عضويه بقى زي ايه؟ كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد. الحاجات دي بتصنع في الجسم، الحاجات دي موجوده في الطبيعه وانت بتاكلها بقى. والله الكالسيوم ده بيجي لك في الجبنه واللبن و و و الصوديوم والاملاح، معظم الاملاح بتبقى في الميه. ماشي؟ يبقى ايه؟ والفواكه برضو بيبقى فيها املاح. يبقى الاملاح زي الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي بقول عليها ايه؟ غير عضوي، ان اورجانيك. انما البروتين والكربوهيدرات والليبيد بقول عليه ايه؟ اورجانيك. احنا بقى واحنا بنبص في الماتريكس بتاع البون لقينا الجزئين، مواد عضويه ومواد ايه؟ غير عضويه. طب قول لي النسب. يقول لك المواد العضويه زي البروتين والكربوهيدرات اللي في الجسم اللي صنعها بتمثل بس 35%. انما اكتر حاجه هتشوفها في الماتريكس بتاع البون هو الايه؟ الاورجانيك، 65%. يعني 65% من الماتريكس بتاع البون مواد غير عضويه. واكيد طبعا طبعا على راسهم ها؟ كالسيوم، مش كده؟ ودايما الكالسيوم بيبقى لازم معاه فوسفور، وهتلاقي صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، تمام؟ تلاقي البايكربونيت HCO3، مخزن مواد غير عضويه داخل جسمك، مخزن مينرال واملاح هو صف عظم ده. اتفقنا؟ تمام كده؟ اذا العظم الماتريكس بتاع البون بيتكون من حتتين، حته عضويه وحته ايه؟ مين الاكتر؟ الغير عضوي. كالسيوم واخواته هم دول اللي لهم الابر هاند، هم دول لهم اليد العليا، كام في المية؟ انما ال 35 شوية ايه؟ ها؟ بروتينات بقى والكلام الفارغ ده. طب يا دكتور معلش انا عارف ان هو كلام يعني قليل 35%، طب قول لي طيب يعني برضه ايه هو؟ قول لك بص يا سيدي ماشي. بص ال 35% دول هتلاقي منهم كولاجين، طبعا دي حاجة بتصنع في الجسم فهو من الحاجات العضوية، كولاجين تايب 1، وهتلاقي شوية بروتينات زائد مين؟ زائد الجيكس. جلايكوزامين جلايكين. ومش كده وبس، الكولاجين بيمثل 90% من الاورجانيك، والجيكس بتمثل قد ايه؟ 10%. انت فاهم ان النسب دي
من مين؟ من 35%. يعني ال 35% القليلين دول، ها؟ لو جيت تقسمهم هتلاقي 90% منهم ايه؟ كولاجين. والجلسه دي انت اللي تحكم. الماتريكس بتاع الكارتش كان ايه؟ بيزوفيليك ولا سيلوفيليك؟ بيزوفيليك ولا سيلوفيليك؟ بيزوفيليك. ماتريكس بتاع الكارتريج كان ايه؟ بيزوفيليك. احنا مش اتفقنا ده سؤال؟ ولو سالك قال لك ليه الماتريكس بتاع الكارتريج بيزوفيليك تقول له عشان فيه جاكز كتيره. عشان فيه ايه؟ جاكز كتير. اتفقنا؟ طيب الماتريكس بتاع البول ينفع يبقى بيزوفيليك؟ لان فيه جاكز. بس بص كده على الجاكز، نسبتها قليله من اصلا الحاجه القليله. انت فاهم ازاي؟ يعني قليل من قليل. نسبتها 10% من الاورجانيك اللي الاورجانيك اصلا قد ايه؟ يعني اذا حاجه لا تذكر. فبالتالي الماتريكس بتاع البون يبقى ايه؟ اسيدوفيليك. نقول تاني، دايما خدنا في الكارتريج الماتريكس، قلنا جاكز وبروتوجلايكان وجلايكوبروتين بس، مش كده؟ بس الماتريكس بتاع الكارتريج ما كانش فيه الاورجانيك، ما كانش فيه كالسيوم، صح ولا لا؟ طيب وبناء عليه قلت لكم ممكن الماتريكس بتاع الكارتريج بيبقى بيزوفيليك. ودايما لو سالك في الامتحان قال لك هو ليه بيزوفيليك ترد عليه تقول عشان فيه جاكز كتير. قارن انت بقى يا عم البون قدامك اهو. ينفع تقول على البون بيزوفيليك عشان فيه جاكز كتيره؟ هو فين الجاكز الكتيره دي؟ ده الجاكز 10% من ال 35. يعني يا ريتها مثلا 10% من 65، لا ده 10% من 35، يعني نسبه قليله من الحاجه القليله. فبالتالي ايه؟ لا تذكر. فهمنا كده يا شباب؟ تمام كده؟ اذا قولوا انتوا معايا بقى، يبقى البون ماتريكس بيتقسم لكام جزء؟ اثنين، جزء اورجانيك وجزء مين اكتر فيهم؟ الاورجانيك نسبته قد ايه؟ 65 على راسهم كالسيوم طبعا، واخواته بقى صوديوم بوتاسيوم كلورايد كله ده هتلاقيه موجود. انما الجزء العضوي الاورجانيك هيبقى مين؟ 35%، وال 35 90% منهم كولاجين تايب 1 و 10% شويه بروتينات زي ايه؟ جاكس. تمام؟ عرفنا يعني ايه كلمة عضوي؟ يعني حاجة مصنعة داخل الجسم، إنما الغير عضوي دي اللي هي الأملاح اللي بتجي لنا في الأكل أو من الطبيعة. برضه كلمة عشان الإم سي كيو هنتبهها بيها. الجزء العضوي اللي هو الأورجانيك له اسم تاني. اسمه أوستويد. علم على الكلمة دي لو سمحت. عشان بتتسيب كتير أوي. رغم إنه كلمته قليلة غير إن اسمه التاني اسمه إيه؟ أوستويد. خلي بالك عشان لو جالك في الامتحان قال لك الأوستويد ده تبقى عارف إيه هو. هو الأورجانيك بارت أوف ذا ماتريكس. قال لك نسبة الأوستويد، أنت مش هتبقى عارف يعني إيه أوستويد، تقول له 35%. فهمنا كده يا شباب؟ صعب الماتريكس، مفيهوش أي حاجة. طيب. تعالى نقول بعد كده خليتين على السريع. ما أنت كده قلت الفايبر وقلت البري أوست. نمسك بقى الخلايا. خلايا سهلة أوي ومهمة. إحنا لحد دلوقتي اللي خدناه مهم في الشابتر ده هو مين؟ بيري اوستيس. اوعى تنسى السؤال ده ولا يجيب عنك ولو لحظه. هو والبيري كله ده اول سؤال تعرفه. اندوستيم بقى والماتريكس ده شغل ام سي كيو، شغل كومبليت. اوستويد قد ايه؟ ده ليه اسيدوفيليك؟ ده بيزوفيليك؟ ده الكلام اللي انت عارفه ده. هنبتدي بالخلايا. الكارتريج كنت بقول لك هم خليتين، هو مكتوب عندك ثلاثه انما الاولى دي زي الثانيه هي بالظبط، تمام؟ فهم خليتين، واحده بلاست وواحده سايت، واحده كوندرو بلاست والثانيه كوندرو ايه؟ العظم بقى أربع خلايا. تعالى ناخدهم، هناخد واحدة بس أو اتنين النهاردة. أول واحدة هي مين؟ أوستيوجينيك. أوستيوجينيك سيل، أول خلية من خلايا العظم. عادي، هي هنوصفها زي ما بوصف أي خلية. ليها لايت، وليها إلكترون، والفانكشن بتاعتها وظيفتها ايه؟ تمام؟ بس هطلب من حضرتك نزود عنوانين كده على السريع، عنوان اسمه اوريجين وعنوان اسمه ايه؟ سايت. كلام بسيط قوي. وطبعا زي ما انت عارف اللايت ده عباره عن شيب ونيوكليوس و دايما عود نفسك في الهيستولوجي خليه سكيما، حتى انت مش عارف حاجه اكتب سكيما بس، تمام؟ سكيما ايه قدامك؟ لايت الكترون فانكشن، كلام شكله جميل. طيب في عنوان من دول حضراتكم عارفينه كويس قوي اللي هو السايت. اوستوجينيك دي كانت موجوده فين؟ في الانر لاير بتاعت بريوستيوم. مش انا قلت لك ان البريوستيوم حالا طبقتين؟ طبقه بره فايبرس، طبقه جوه، واللي جوه سيلور كان فيها خلايا اسمها ايه؟
اوستيوجينيك. يبقى انت لما تيجي في الاوستيوجينيك تقول لي يا فندم دي موجوده في الطبقه الداخليه الانر لاير اوف ايه اوف بيريوستي، ادي عنوان عرفناه من غير ما نعمل اي حاجه، وموجوده برضه في الاندوستي مفيش مشاكل. طيب اوريجين، استنى كده انا عايزك تستنتج. واحده واحده. اول خليه من خلايا الكارتريج كانت كوندرو بلاست، كنت بقول لك جايه منين؟ من خليه الام بتاعه الكونكتيف تيشو اللي هي اند فرانشيدز كامل. اول خليه من خلايا العظم برضو جايه من نفس الخليه اند فرانشيدز، يعني اول خليه في الكارتريج، مش الكارتريج بون، دول انواع من الكونكتيف تيشو، يبقى اول خليه فيهم هتيجي من خلايا الام بتاعه الكونكتيف تيشو. اتفقنا؟ يبقى الاوستيوجينيك بتيجي من اند فرانشيتد ميزينكايمال سيل لانها اول خليه في البون، يبقى زيها زي اول خليه في الكارتش. تمام الكلام ده بقى كلام فاهم، يقول لك الخليه شكلها كده، ناس تقول عليها سبندل، يعني ايه سبندل؟ مغزلي. وناس تقول عليها اوف، والله كده او كده 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 النيوكلاس تبقى اوف. تعالى بقى السيتوبلازم، استنى عليا كده شويه. استنى عليا شويه. هو الخلايا دي وظيفتها ايه؟ تنقسم وتديك اوستيو بلاست. تنقسم يعني السيتوبلازم يبقى ايه؟ بيزوفيليك. واول اورجانيل يتكتب الريبوزوم. واكتب بعديها عادي بقى، اكتب ار اي ار عادي مش مشكله، واكتب جولجي واكتب ميتوكون. بس يا ريت ما تنساش ان السيتوبلازم اصلا كميته قليله. ليه؟ انت شايف الخليه قد ايه؟ فيها شويه سيتوبلازم قد كده. خليه يعني صغيره. بس برضه فيها ريبوزوم وبيزوفيلك سيتوبلازم والدنيا كويسه. انا عمري ما قلت لكم على معنى كلمه جينيك. جينيك لما تشوفها، انا قلت لكم بلاست يعني ايه؟ صلع. وسايت يعني خليه، سايت يعني خليه. ماشي؟ جينيك بالعربي كده يعني بتولد. بريديوس. بتنتج. طب ايه رايك ان الاوستيوجينيك دي لها اسم تاني ومعبر اكتر؟ اسمه اوستيو عظم. بروجينيتور. بروجينيتور يعني مولد. اوستيو بروجينيتور سيل. فهمتني؟ يبقى اوستيوجينيك هي اوستيو، بس كلمه جينيك دي لاتيني، بروجينيتور ده انجليزي تعرفه انت صح؟ هي نفس المعنى، كلمه جينيك يعني بروجينيتور يعني بتولد، بتولد، بتولد الخليه ليه؟ اللي بعدها. فهمنا كده؟ يبقى عشان كده الخليه كانت ميزوفيلك، عشان كده اول اورجانيل يتكتب، عشان كده وظيفتها انها ديفايد وتديك مين؟ اللي بعدها اوستيو بلاست. استنى بقى كده، لحد دلوقتي الكلام زي الفل. في سطر كده هكتبه هيعمل لك قلبان. بص بيقول لك ان دي برضه ديفايد اند جيف كوندرو بلاست. لا استنى هنا بقى، لا دي محتاجه كلام. خليه عظم تديك خليه اللي بعدها، ده على عيني وعلى راسي. انما خليه عظم تديك كارتريج، لا ده حاجه عجيبه بقى. ها اقول لك بص معايا. اوستيوجينيك دي كانها ستيم سيل، هي اصلا ستيم سيل، هي كل وظيفتها انها تنقسم. تمام؟ بس الخليه دي لها قدره جميله قوي، هي بتنقسم وتدي اوستيوبلاست، وممكن تنقسم وبرده تديك كوندروبلاست. امتى بقى وازاي؟ بص يا ستي، العظمه اللي قدام حضرتك دي اتكسرت. كسرت، حصل فيها كسر. ايه الحياه يا ابني؟ اتصل لنا بالاوستيوجينيك سيل. في حته اتكسرت، تيجي الاوستيوجينيك. ايه يا جماعه المشكله؟ في حته مكسوره. انا عايز اعرف اللي اتكسر ده بون ولا كارتش؟ ليه يا فندم هي تفرق معاك؟ تفرق. لو بون هديك اوستيوبلاست. لو كارتج هديك كوندروبلاست. ده هيصنع لك بون وده هيصنع لك مش اوستيو بلاست يعني بيصنع بون، وكوندرو بلاست يعني بيصنع كارتريج. يبقى هي بتيجي وبتشتغل اثناء الفراكشر. يعني ايه فراكشر؟ كسر. اثناء الكسر تيجي. ده بون ولا كارتريج؟ انا عندي قدره اديك الاثنين وما فيش فرق. في فرق رهيب ما بين البون والكارتريج يخلي الخليه دي تعرف اذا كان اللي اتكسر ده بون ولا كارتريج. برافو عليك، البلاد فيسل. لو اللي اتكسر ده هي جت لقيته فاسكولار تيشو تعرف انه كان ايه؟ بون. لو جت على الحته اللي اتكسرت ولقيتها نون فاسكولار او افاسكولار تعرف ان ده كان ايه؟ كارتريج.
يبقى عشان كده تلاقي الوظيفه بيقول لك ايه during الفراكشر اثناء الكسر. تيجي الخليه تديك اوستيوبلاست لو كان اللي اتكسر ده فاسكولار تيشو، وتديك كوندروبلاست لو كان اللي اتكسر ده ايه نون فاسكولار. يبقى الخليه تيجي حته اتكسرت، يعني افترض يا اخي الحته اللي اتكسرت هنا، هنا دي بقى انت واخد ايه بيري اوستيوم او بون وكارتريج مع بعض، مش ده كارتريج في الاخر. تيجي هي بقى هنا ايه المشكله يا جدعان، حته مكسوره ماشي على عيني وراسي، هديك الخليه اللي بتصنع لك. بس انا عايز اسالك بس سؤال واحد، للكسر ده عظم ولا كارتريج؟ طب نعرف ازاي يا فندم؟ بص فيه لقيت بلاد فيسل يبقى ده كان ايه؟ كان بون، كان عظم، هديك اوستيوبلاست اشتغل بقى. لو الحته اللي اتكسرت دي ما فيهاش بلاد فيسل يبقى ده كان ايه؟ كان كارتريج، هديك كوندروبلاست واشتغل زي ما انت عايز. صعب الخليه دي، تعال نقول لك بسرعه جايه منين؟ اندر فرانشيزن كاميرا فين؟ موجوده فين؟ في الانر لير بتاعه الفيري اوستيا. خلاص شكلها سبيند نيوكليوس اوفا سيتوبلازم، عرفت منين وبيزو فين؟ اسمها اسمها جينيك. جينيك يعني ايه؟ بتولد بتبرديوس، واسمها التالي عشان ام سي كيو اوستيو بروجينيتور، بروجينيتور يعني مولد. اوكي تمام. يبقى اول اورجانيل يتكتب عندك رايبوزوم، بعديها ار ار بقى ميتوكوند زي ما انت عايز. الفانكشن اكتب لي كلمه فراكشر دي الاول، قول له دكتور الخليه بتشتغل اثناء الكسور. ليه يا عم؟ اصل عندها قدره عجيبه قوي، تيجي في الكسور تلاقي التيشو اللي تديك عظم وتديك كارتش ما بيفرقش معاها، لو لقيت فيه بلاد فيسل تديك عظم، لقيت فيه ما فيش بلاد فيسل تديك ايه؟ كارتش. فيها مشكله الخليه دي؟ تمام. تعالى اخر حاجه بقى، الخليه اللي بعدها همسح كلمه جينيك واسيب طبعا نفس العناوين واكتب اوستيو ايه؟ اوستيو بلاست. هي سهله لحد دلوقتي كل الكلام سهل مفيش حاجه تمام. بص يا سيدي طبعا الاوريجن ده لك بقى ها اوستيوجينيك سيتي اكيد يعني بتيجي من اللي قبلها اوستيوجينيك سيتي ماشي. دي بقى موجوده مش هنا سيرة ولا حاجه، دي موجوده في الماتريكس نفسه يعني عايمه في الماتريكس او جوه العضلايه نفسها مش فارق معايا. بس بيني وبينك هي مش عايمه بالطريقه المنقطه اللي انا رسمها دي، يعني ده الماتريكس هي مش كده، لا ده بتبقى سايد باي سايد صف جنب بعض. مترتبه ازاي دي؟ هقول لك كمان حصتين ان شاء الله، بس اكتبها. والله يا فندم هي بتبقى موجوده في الماتريكس سايد باي سايد. دايما يا اولاد لما بيلاقوا حاجه في الكونكتيف تيشو او انواع الكونكتيف تيشو واقفه صف، دايما بيفتكروا مين؟ الفيسيليس. فيقول لك هي بتبقى واقفه في الماتريكس صفوف سايد باي سايد لايك اي بي سي، شبه الاي بي سي. السيليسيليوم ده يعني اكتر حاجه مشهوره بموضوع الصفوف ده، زي ما شفنا صف صفين ثلاثه هي حاجه منتظمه تمام. انما الكونكتيف تيشو انا شايف الدنيا عايمه، فلما تلاقي حاجه في الكونكتيف تيشو او انواعه اللي هم الكارتج والبون والبلاط واقفه في صف، على طول تفتكر مين؟ الابيسيليوم. فدي تاني حاجه، يبقى الاوريجن جايه من اللي قبلها، السايد في الماتريكس بس واقفه في الماتريكس سايد باي سايد لايك ايه؟ ابيسيليوم تمام. خش بقى على الشيب والنيوكلس، كلام فارغ لو عرفت حضرتك ان الخليه اوفال تبقى النيوكلس بتاعتها ايه؟ اوفال برضه. بس خلي بالك علم على كلمه اكسنتريك. يعني ايه اوفال واكسنتريك؟ يعني الخليه عامله كده يا عم، اوفال والنيوكلس هنا ماشي، يعني الخليه اوفال اهي والنيوكلس، بس انا ما رسمتهاش في النص، رسمتها ايه؟ اكسنتريك دي يعني بره السنتر بشويه. كلام سهل اهو برضه يا اخي، السيتوبلازم ده لعب عيال. ليه؟ بص يا عم على اسم الخليه، دايما الاسم ده ما يخيبش عندي، اسمها اوستيو ايه؟ يعني بلاست. بتصنع ايه؟ بون عض. ولسه قايل لك حالا البون فيه كولاجين فيه بروتين فيه جير. يعني فيه بروتينات مش كده؟ يبقى اكيد يا عم السيتوبلازم يبقى بيزوفيل. يبقى اول اورجانيل يتكتب يا اخي، حتى الراجع عشان ياكد لك هتلاقيه كاتب لك كده اهو جنب الالكترون، كاتب لك اهو بروتين سيكريتنج او سينسايزنج سيل، يعني خليه من خلايا مصنعه من بروتين. الكلمه دي لوحدها تعرف بيها ده وتعرف بيها ده، زي ما انا علمته. شوف خليه فيها بروتين سيكريتنج، شكرا سيتوبلازم ميزوفيليك اول اورجانيل ار يار تمام. طيب هتلاقي في عندك كاتب ايه؟ يقول طبعا ميزوفيليك دي اتش ان دي صح،
هنجرب برضو صبغة اللي هي دي اي اس طلعت بظبط. والخلية دي بتتسبب البي اس عشان فيها انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز. الكالاين تمام، الخلية بتصنع عظم. عايز تقول لي ان الوسط القاعدي مناسب لتصنيع العظم. طب لو كان الوسط حامضي يكسر العظم. عشان انا هاجي اقول لك في اخر خليه الحصه الجايه، ها خليه رقم 4 دي الخليه اللي بتكسر العظم، هقول لك انها بتطلع اسيد فوسفاتيز. يبقى انت بعرفه من دلوقتي، ها الخليه اللي بتطلع الكالاين فوسفاتيز بتعمل ايه؟ بتبني. والخليه اللي بتطلع اسيد بتعمل ايه؟ يا اخي هات عضمايه حطها في حمض هتتحلل. ده انت لو عملتها كده وجبت عضمايه من اللي عندك مثلا وحطيتها في اي حمض هتتحلل، سيبها شويه تتحلل خالص. ليه؟ لان الوسط الحامضي مناسب لتكسير العظم، وعكسه الوسط القاعدي مناسب لبناء العظم. فهمتني كده؟ يبقى ما يغيبش عنك دي بقى كمان، خليها بيزوفيريك ده اي حد يعرف. انما مين هياخد باله من كلمه بي اس عشان فيها الكالاين فوسفاتيز؟ طب اشمعنى يا ابني الكالاين؟ اصل يا دكتور الكالاين ميديا وسط الالكالاين ده مناسب للسينسس. اوكي طيب فانكشن اخر حاجه، خليها اسمها اوستيو ايه؟ يبقى تكتب كده اهو بون بيلدر، حتى تلاقي عندك مبروزها كده وحاططها لك بلون مختلف في الكتاب. بون بيلدر يعني ايه بون بيلدر؟ ها بتبني العظم. واحد يقول لك استنى يا عم استنى، هو اي كلام ولا ايه؟ والعظم ده هتبنيه بالسهل. العظم ده يعني هتبني لي ماتريكس، والماتريكس ايه وايه؟ ها؟ اورجانيك وايه؟ وماله يا عم ايه اللي فيه؟ انا راجل ببني عظم. سينسز اوف اورجانيك. ايه يعني الاورجانيك؟ شويه كولاجين جاكز وبروتين اصنعهم لك يا سيدي، ما انا بيزوفيليك وعندي ار ار وعندي اقدر اصنع كل حاجه. ينفع ينفع علميا انك تكتب سينسز اوف ان اورجانيك؟ هو الان اورجانيك بيتقالوا سينسز؟ بص الكلمه ديبوزيشن يعني ايه ديبوزيشن؟ ها ترسيب يعني ديبوزيشن؟ ترسيب ديبوزيشن اوف ان اورجانيك. بص انت لو كتبت سينسز وسينسز محدش يقول لك حاجه، بس انا عايزك تبقى لغويا صح، يبقى جبتك شيك. انا بصنع الاورجانيك وبرسب الان اورجانيك، يعني الاوستيوبلاست دي بتصنع عظم قاعده كده اهو، صنع لي كولاجين وجاكس وبروتين، كولاجين وجاكس وبروتين، وجنبها الدم، لقيت كالسيوم تعالى يلا ترسبه في العظم. يبقى بصنع الاورجانيك وارسب الان اورجانيك، بصنع وارسب، بصنع وارسب. ما هو انت لو بتصنع وبترسب يبقى انت كده بتبني عظم فعلا، مش كده؟ برسب الكالسيوم في العظم عشان يبقى العظم ايه؟ قوي. يبقى اذا وظيفتها يا دكتور حاجتين. بوم بيلدر دي معناها تصنع الاورجانيك وترسب الايه؟ الان اورجانيك. يبقى سينسز اوف اورجانيك اند ديبوزيشن اوف ان، وطبعا اكيد ديبوزيشن يعني على راسهم الكالسيوم، بترسب الكالسيوم في العظم. دي كفايه قوي الوظيفه دي. طيب حاجه حلوه قوي، انت كده جبت لي الفايبر وجبت لي الماتريكس مش كده؟ ماتريكس اورجانيك وان اورجانيك، ومن ضمن الاورجانيك ده الكولاجين يبقى ده الفايبر، والبون عباره عن سيلز وفايبر وماتريكس. انت جبت فايبر وماتريكس لسه مين؟ سيلز. طيب يبقى اكيد يعني بالعقل الاوستيوبلاست ممكن تديك مين؟ اوستيو اللي بعدها على طول اوستيو ايه؟ بس ركز في دي قوي بقى، بتدي الاوستيوسايت بغير انقسام. نعم بغير انقسام. يعني ايه خليه بتدي خليه بس ما بتنقسمش؟ عايز افهمها دي، عايز افهمها دي. بتتحول تحول. بص 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 انا هفهمك حاجه بسيطه قوي، انا قاعد معاك اهو خلاص، انا بشرح لكم حاجات، انا دكتور بشرح لكم حاجات. طيب لو انا خدت بعضي انا برضه ودخلت الاوضه اللي جنبك وقفلت على نفسي وجبت كتاب وقعدت اذاكر، انا كده بقيت طالب. يبقى مره بقيت دكتور بشرح ومره بقيت ايه؟ طالب، مع ان انا نفس الشخص، هو نفس الكلام اوستيوبلاست. طول ما انت قاعد كده اهو تصنع وترص تصنع وترص، انت اوستيوبلاست. بعد فتره يزهق، صنعت ورصبت كده كفايه قوي يا عم بقى السلام عليكم، يقوم داخل جوه لاكيونا. جوه ايه؟ ايه اللاكيونا دي؟ اوضه تجويف صح؟ جوه لاكيونا وقافل على نفسه، ساعتها يتحول لمين؟ اوستيوسايت. فهمتها دي؟ يبقى الاوستيوبلاست هي نفس الخليه بنفس شكلها بسيتوبلازما بنفس كل حاجه،
بس الفرق انها بدل ما كانت بتصنع وترسب قفلت على نفسها جوه ايه؟ لكن فبقى اسمها اوستيوسايت. عشان كده في كلمه بقى ها حلوه قوي، لما نيجي الحصه الجايه اقول لك الاوستيوسايت هقول لك الاوريجن بتاعها جاي منين؟ بغير انقسام. الاوستيوسايت الحصه الجايه هقول لك انها جايه من الاوستيوبلاست بس ايه؟ بغير انقسام. او انا اقولها لك بطريقه ثانيه، شوف الكلمه وجيب لك سؤال صح ولا غلط. يقول لك الاوستيوبلاست is non-dividing cell. يعني non-dividing؟ صح ولا غلط؟ صح. طبعا لو واحد غشيم مش عارف يقول لك ازاي يا عم مش اوستيوبلاست بتدي اوستيوسايت، ازاي ما بتنقسمش؟ ايوه حد قال لك انها بتديها بانقسام؟ ده بتغير نفسك يعني تقفل على نفسها يبقى اسمها ايه؟ اوستيوسايت. يبقى قلت كام وظيفه لحد دلوقتي؟ ثلاثه. كده يبقى انت بون بيلد سيلز فايبر ماتريكس، تصنع اورجانيك ترسب ان اورجانيك تدي الخلايا اللي بعدك انت من غير انقسام. اخر وظيفه واخر حاجه اقولها في الحصه، في هرمون في جسمنا اسمه بارا ثايرويد هرمون. البارا ثايرويد هرمون ده اللي هو هرمون الغده الجردرقيه، الدرقيه دي اللي هي الجردرقيه دول اربع غدد وراها. الهرمون ده حد عارف وظيفته ايه؟ بص هو كل وظيفته في جسمك انه بيزود نسبة الكالسيوم في الدم. طب تفتكر يعني هيجيب الكالسيوم ده منين؟ من العضل. يعني من الاخر الهرمون ده بيعمل ايه في العضل؟ عشان يعمل ايه؟ يزود ياخد الكالسيوم. هو ملوش دعوة يجيبه منين. انا راجل كل شغلانتي ان الكالسيوم في الدم يبقى زي الفل. لو قل هكسر العضل، ماليش دعوة بقى. فهمتني كده؟ ده شغل. يعني معنى كده ان الهرمون ده وظيفته عكس اوستيوبلاست. مش اوستيوبلاست بتبني عضل، ده بيكسر العضل. اوستيوبلاست تعمل ديبوزيشن للكالسيوم في العضل، ده بياخد الكالسيوم من العضل عشان يخليه في الدم ايه؟ عادي. فهمنا؟ طب وانت كاتبه هنا ليه؟ المفروض ما تكتبوش هنا، المفروض تكتبه في اخر خليه. مش قلت لك ان اخر خليه هي اللي بتكسر؟ حلو. اخر خليه. اخر خليه لما ناخدها اسمها اوستيو الحصه الجايه ان شاء الله كلاست. اوستيو كلاست دي بقى تمام بتكسر العضل. معنى كده ان الباراثايرويد والاوستيو كلاست دول حبايب، مش كده؟ وظيفتهم ماشيه زي بعض. ومع ذلك الباراثايرويد شوف الوظيفه دي بقى، لو حب يكسر العضل عمره ما يروح كده للاوستيو كلاست كده من دماغه، لا لازم يعدي الاول على مين؟ يستاذن. يستاذن يقول لك الباراثايرويد عمره ما يتكلم الاوستيو كلاست، لازم يروح الاوستيو كلاست الاول. لو سمحت يا فندم انا عارف ان حضرتك بوم بيلدر بس احنا محتاجين شويه كالسيوم، لو سمحت روح كلم لنا الاوستيوكلاست. فالوظيفه بقى رقم اربعه للاوستيوكلاست ايه؟ انها بتطلع ماده شوف اسمها اوستيوكلاست اكتيفيتنج فاكتور. اكتيفيتنج فاكتور ترجم الكلمه حرفيا يعني الفاكتور اللي بيعمل اكتيفيشن لمين؟ واحد يقرا الكلام ده يا دكتور مش فاهم ازاي بون بيلدر وبتعمل اكتيفيشن للاوستيوكلاست. اقول لك يا سيدي ماشي، هي بتشتغل بتبني العضل، لو احتاج الباراثايرويد هرمون يكسر العضل ما ينفعش كده يروح للاوستيوكلاست على طول، لا لازم يروح الاول لمين؟ وتقوم الاوستيوبلاست مطلعه الماده دي تنشط الاوستيوكلاست. يعني الخلايا دي ما شاء الله بون بيلدر، ولو عايز تكسر العضل برضه عن طريقها. يبقى دي اهم خليه من خلايا العضل. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب في حاجه صعبه في الحصه دي، كلام سهل مش كده؟ بس خلاص. ايه؟ يوم الاحد، مش قلنا هنبقى